استقيموا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت
فقالت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك
أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، حلقة اليوم رحلة إلى الجبال، trip to the mountains. والجبال آية من آيات الله عز وجل، ذكرها في القرآن والسنة، وأخبر عن لها مصير يوم القيامة، ولها فوائد كثيرة. Mountains have a lot of benefit. وعند different story in the year after what will happen to the mountains, the strongest creation of Allah عز وجل. فلسن and we'll remind everyone a reminder. جزاكم الله خير. بسم الله. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Can you hear? والجبال أوتادا والجبال أوتادا. الجبال لها هيبة عندما ننظر لها ونتأمل عظمتها، ولكن السؤال: كيف خلق هذا الجبل العظيم؟ وما وظيفة هذه الجبال في الأرض؟ وماذا سيحدث للأرض لو لم تكن هذه الجبال موجودة؟ تعالوا معي نتأمل عظمة هذه الجبال. ما في إنسان ما يوقف تحت جبل وما يوقف ويتفكر.
حتى لو كان على الأرض يعني أي مكان، حتى لو أحد مشوي لما كنا نطلع طالعين أول ما شفنا الجبال كنا سكت. إيه والله كنا قاعد نطلع نطلع الجبال ونتفرج. أقل من 350 شخص في العالم صعدوا سبع قمم هذولا، اللي على رأسهم طبعا أعلى قمة بالعالم قمة جبل إيفرست، وبعدها عندك أكنكاغوا في الأرجنتين، وبعدين عندك ديناري في ألاسكا، وعندك كليمنجارو في أفريقيا، وعندك ألبروس في روسيا، وعندك كوزي أوسكو في أستراليا. كل هذه القمم السبعة الشيخ محمد، إيش اللي استفدت؟ والله يعني أكثر شيء أنا استفدته من القمم السبعة هو الصبر. يعني الواحد يعرف أنه هو لما في الجبل ما في شيء على كيفه. أتذكر في القمة الأخيرة اللي هي قمة جبل ديناري في ألاسكا، قعدنا في خيمة 13 يوم. قمة جبل إيفرست تعتبر أصعب قمة من القمم السبعة. أول شيء لأن مدة الرحلة تستغرق حوالي شهرين من الصعود، فهذا بحد ذاته يسبب في صعوبات كثيرة، منها انهيارات ثلجية، منها الفتحات اللي في الثلج أو بالإنجليزي يسمونها كرباسز. لكن الجانب الأكثر صعوبة يمكن من الجانب الجسدي هو الجانب النفسي أو العقلي. الواحد راح يبقى بعيد عن أهله لمدة شهرين. يمكن كان أصعب شيء عندي أنا في إيفرست إن كنت أنتظر مولودة الجديدة لي، بنتي ناعمة اللي انولدت وأنا في الدورة الثالثة من صعود الجبل. شيخ محمد، الرحلة طويلة، أكلكم شربكم درجة الحرارة في لما توصل إلى أعلى قمة تكون درجة الحرارة منخفضة، ما إيش يصير فيه الأكل، إيش يصير فيه؟ وأصعب شيء إحنا عندنا في تسلق الجبال هو الماي، وأكثر شيء قدره اللي هو الماي. علشان يحصلون على لتر واحد من الماء يحتاجون 3 ساعات، وكل واحد فيهم في هذه الرحلة الشاقة رحلة الجبل يحتاج في اليوم الواحد 4 لتر. فعلا هذه الرحلة جعلتهم يستشعرون قيمة هذا الماء في حياتهم، لأن على الجبل ما عندنا ماء، ما نقدر نشيل معانا، ما في دكان نروح نشتري ماء. الماء احنا بروحنا لازم نروح ندور أول شيء على ثلج نظيف ونجمع الثلج هذا من الجبل نفسه ونحطه في مثل سطل ولازم نغليه، وياخذنا 45 دقيقة غلي بس عشان نسوي لتر واحد من الماي. الله. فإذا 4 أشخاص 4 لتر كم الحين صاروا 3 ساعات بس عشان كنا نشرب ماي. الله. في رحلة جبل إيفرست في المخيم الرابع كنا على 8000 متر. باقي ليلة ونروح على القمة. يدخل عندي المرشد الخيمة ويقول لي احنا راح نطلع الصبح، سوري احنا راح نطلع بعد كم ساعة، وبكم تعرفون ان في واحد ميت اندونيسي على الطريق، وانتم راح تعبرون فوق جثته، احنا نمشي من فوقه. شيخ محمد، كل هالمخاطر اللي سمعناها منك، ايش اللي حادك؟ ايش اللي جابرك على ركوب هذا الجبل بصراحة؟ يا حلو قلت لك تركب مرة ثانية تقول لي بركب مرة ثانية على طول. جاي هني بعد خلاص يعني شكلي بقعد كم يوم. والله يسلمك، يعني عندي انا متعتي في تسلق الجبال، يعني لما تقولي وين اسعد مكان اكون فيه بكون خلني في الجبل واكون مستانس ان شاء الله ما اسوي شيء. والشيء الثاني واللي اهم عندي انا ان روح الانجاز او المثابره، لان صعود اي جبل ما هي في يوم وليله، يعني اقعد يعني اثابر واتعب ان كان في التدريب وكان في التجهيز. تعلمنا الصبر والإصرار، فهي نعمة عظيمة للأرض في بداية تكوينها سبحان الله. لأن ألواح الرلاف الصخري التي تفتتت لها القشرة الأرضية تطفو فوق نطاق سميه العلماء باسم نطاق الطاف الأرضي، مع دوران الأرض حول محورها كانت هذه الألواح تجري بسرعات فائقة. هذه السرعة لا تسمح لتربة أن تتجمع، لا تسمح لنبتة أن تنبت، لا تسمح لكائن حي أن يعيش. Berge selber entstehen eigentlich zunächst mal an Orten, wo die Erde besonders instabil ist, wenn man so will. Wo also auch Erdbeben und vulkanische Prozesse vorkommen. Das sind also eigentlich eher Gebiete, die von Risiken betroffen werden, wie eben Erdbeben oder
لذلك كانت الجبال من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا في بداية خلق الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فالجبال هي التي ثبتت ألواح الأرض. كيف تثبت الجبال ألواح صخر الأرض؟ هي طبعا لا توقفها عن الحركة، ولكن تهدئ من هذه الحركة حتى تصبح هذه الألواح صالحة للحياة عليها. Zu bewegen kann das nur passieren, indem eine Platte abtaucht und die andere Platte oben bleibt. Es entwickelt sich also so etwas wie ein Eisberg, der auf dem Wasser schwimmt, der also nach unten eintaucht und nach oben herausschaut. زي قاع المحيط مثلا، ارتفاع قاع المحيط تحت القارة. يعني الارتفاع هذا بيجعل الجبل يتكون على هيئة الوتد تماما، له جذر عميق للغاية يخترق قشرة الأرض بالكامل ويطفو في نطاق الضعف الأرضي، وله جزء بارز فوق سطح الماء سطح اليابسة تماما كجبل الجليد، له جزء بسيط يبرز فوق سطح الماء وأغلبه مدفون في مياه البحار والمحيطات. والعلم يأتي الآن في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن هكذا الجبال أغلبها مدفون في داخل الأرض وأقلها ظاهر في سطح الأرض، ووظيفتها تثبيت ألواح في صخر الأرض أو التهدئة من حركتها المستمرة حتى تصبح صالحة لعمران الحياة. طبعا الارتفاع يكون فيه درجات، يبتدي بصداع يعني جامد في الراس مثل المطرقه اللي خلف الراس، هذا يعني بس البدايه، وبعدها يكون في ضيق في التنفس، الماي في الرئه او الدم يتسرب للرئه والواحد يحس كانه يغرق بنفسه. يعني وصلنا نقطه اللي اشوف فيها الاعلام اللي وعلام القمه، يعني عارف اني باقي لي ساعه اني اوصل القمه، وحسيت الطاقه وصرت امشي اسرع واسرع صراحة شوية، وصلت قبل ربعي بربع ساعة يعني، والدموع تنزل يعني الدموع تنزل ما تقدر توقفها، يعني خلاص أنا وصلت، يعني حلم 7 سنين وأنا أحاول أوصل هالقمة هذه. لما وصلت القمة أول شيء سويته طلعت التلفون اتصلت في زوجتي وقلت لها قلت لها تعرفين انا وين؟ قلت لي وين؟ قلت لها تعرفين انا وين؟ قلت لي وين؟ قلت لها تعرفين انا وين؟ قلت لها انا على اعلى 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 قمه بالعالم. وصراحه يعني كان بس اقول هالكلام يعني خلاني احس بشيء ما اقدر احس الحين الدمع توجهوا هالشيء، لكن ذكرتني بشيء سكرت الخط على طول، اتصلت في امي وابوي اقول لها نفس الشيء بعد، تعرفين ولدك وين؟ تعرفين ولدك وين؟ قالت لي وين؟ قلت له ولدك اول قطري يوصل اعلى قمه بالعالم، وكنا يعني لمينا بعض ورفعنا اعلام دولنا والاعلام اللي معانا كلها، وكان يوم جميل. وبعدين ذكرنا ان وصول القمه بس منتصف الطريق، باقي النزول، فقضينا يمكن ربع ساعة أو 20 دقيقة على القمة ونزلنا. ما في حد عنده عذر إني ما أقدر أوصل هدفي بسبة فلان أو كذا، إني يعطي عذر إنه ما يقدر يوصل هدفه أو يحط أوهام قدامه إنه ما يقدر يوصل هدفه. ورسالتي مش لكل شخص يصعد للجبل، بس رسالتي لكل شخص يصعد الجبل اللي داخله، لأن كل واحد عنده إيفرست، مش لازم إيفرست اللي أنا طلعته، بس كل واحد عنده إيفرست، بس هالإيفرست اللي لازم إحنا نتخطاه نوقف على قمته. كان بإمكان سبحانه وتعالى إنه ما يخلينا نصعد ولا جبل. نعم. لكن أصلاً الجبل صعب صعود ونتعب، ولكن الله سخر لنا إن نقدر نوقف على قمته. ولو ما كان يبي كان بكل سهولة ولا واحد في العالم راح يوصل ولا جبل. نعم. سبحان الله. شفتوا هذا الخلق العظيم وهو الجبال؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. خالق هذه الجبال العظيمة أعظم وأكبر من هذا الخلق. الله سبحانه
كان يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وهو النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أن أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. قبل الهوى لا شيء كان فلا زمان ولا مكان. هذه الجبال خلق الله عز وجل لمنافع كثيرة، ومن أهمها تثبيت هذه الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وذكر الشيخ زغلول النجار أن ما يظهر من الجبل قليل جدا بالنسبة لما هو في أعماق البحار والأرض، كالسن يظهر بعضه وأكثره في اللثة. هذه الجبال ذكرها الله في كتابه: رغم قوتها إلا أن ربي ينسفها نسفا. سفينة نوح عليه السلام لما عم الطوفان الدنيا استوت سفينته على الجودي. قال مجاهد: هو جبل في الجزيرة وأبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وموسى عليه السلام لجأ إلى الجبل، جبل الطور، وناجى ربه من هناك. وأصحاب الكهف فروا بدينهم والتجأوا إلى كهف في جبل. نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا صعد إلى أعلى جبل بمكة، جبل النور، وفي قمته غار، ونزل عليه الوحي هناك. ويوم الهجرة أيضا لجأ إلى جبل، إلى غار الثور في جبل آخر في مكة. فالجبال إخواني، يعني هذه آية من آيات الله عز وجل. حتى النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. لكن هذه الجبال رغم قوتها إلا أنها يوم القيامة تصبح كالمهل، تصبح كالعهن المنفوش، كالصوف، لأن ربي عز وجل ينسفها فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالإنسان لا يتجبر، الجبال تتواضع، وإن منها لما يشقق من خشية الله، وإن منها لما يتفجر فيخرج منه الأنهار. ومع ذلك في قلوب أقسى من الجبال. قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فحري بنا أن نلين قلوبنا لذكر الله عز وجل، أن تلينا: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن يعني ربيع قلوبنا، وذهاب همومنا وغمومنا، ويكون طمأنينة علينا وعليكم إن شاء الله في هذا الشهر المبارك. وإلا فالله عز وجل توعد قساة القلوب بقوله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها
أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي
سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد